باب وصل استاذي في الكذب تعالنا اعلان لازم نحلف. انا بقول لا لا ما احلف، لكن مبروك امانه امانه. شكلي بالشنب كيف؟ والله صراحه مسوي فلتر ولا بدون؟ من دون. ايش رايك بالزلف؟ بس ركز لي. ترى على فكره انت بدون فلتر والله كانك تسب متابعينك، والله كانك تقذف فيهم يومين سب الليل ما عم طلب لنا. جنبه يقول لك ان الله جميل ونحب الجمال، صح؟ بعدين انت طب البشره مالتك مسوي لها في فلتر خاص بني، الشعر ينعمه، الخدود يزينها، الغنوز يبيضها. هذا تعرف انه بدايه الانحراف من الفلاتر. هذا بدايه الانحراف ترى. انا احس الجماعه عندك يغاروا ويقول لك بدون فلتر. صح صح صح, صح. تغيرت علينا. تعال 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 شوية عمار، لكن حاولوا ما تصوروا سيارة سودة. بنتلي من أين لك هذا؟ بدنا نشتكي. لا تسوي منك من الجماعة اللي في الكويت. ايش في؟ شوية أعوذ بالله. طب والله يجار، والله والله العظيم يجار. كيف يجار رقم اصفر؟ كيف يجار رقم اصفر؟ مقنع. يعني اشكرك اشكرك اشكرك. شوف الرقم، شوف الرقم 1 2 1 1 1 2 1 يجار والله. بس لا مش يعني بطريقه صداقه. لا احنا خلنا يعني يسالني في الغساله ما نبغى بس صابون اي نوع. يا اخي ليش كشفتونا والله؟ لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.